السلام الله عليكم، اهلا بكم في هذا الدرس الثامن من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم عن الـ Image and Video في الـ HTML، هو الدرس رقم 8. قبل ما نبدأ في هذا الدرس رقم 8 نعمل اطلالة خفيفة عن درس رقم 7. واش درنا في درس رقم 7؟ عرفنا اللينك في الـ HTML. لي لينك في الـ HTML تعرفنا ان باليز كيسابيل ا، هذا لاباليز ا فيها ان اشغف، هي لاتريبي اشغف اللي تدينا لادريس تاع لاباج اللي حابين نوصلوا لها، وانا تريبي تارجت اللي هي تسمح لنا باش تعطينا تيب كيفاش نفتحوا لاباج تاعنا، لو تيب دو فيرتير دو لاباج، سواء دون لو ميم باج بير سواء في ان اوتر باج فيس. بالاضافه الى هذا تعرفنا كيفاش نديروا ان بوك مارك في الاش تي ام ال، دونك ان بوك مارك انطلاقا من لاتريبي اي دي، وتعرفنا كيفاش نزيدوا ديليا لهذا البوك مارك. بالاضافه الى ذلك راح نتعلموا ان شاء الله في هذا الدرس كيفاش نمبورتيو ايماج، كيفاش نمبورتيو ايماج للبي سي تاعنا، سواء ليماج سيتي دون لو ميم دوسي que cette doc soit un autre dossier. Donc, maintenant, on louche. Qu'est-ce qu'il y a pour n'importe quelle image? Une balise qui s'appelle image. Regardez la balise image. Il est caractérisé par un attribut qui s'appelle source. Voilà. Regardez src. Donc, on a par exemple. Regardez l'image de Théo. اللي هي هذه، نديرو لها بروبريتي ونحملوها هنايا، فوالا نسجل ونشوفو شنو تمدلنا. تعرفي شتنا ليماج تاعنا سامبل، دونك لاباليز ايميج، ايميج هذه نحطو لاتريبي اللي تسمحلنا باش نلحقو الايماج هذيك اللي متواجدة هنا. دونك حنا خلاصة القول باش نلحقوا الايماج هذه اللي كاينه في الدوكيمون اش تي ام ابروندر اش تي ام ال، كتبنا لاتريبي، لازم نكتبوا لاتريبي سورس اللي تسمح لنا باش نلحقوا لهذا الايماج. فوالا، دونك بليس دو ديتاي باغ اكزومبل حابين نزيدو هنا نديرو بيكتشر اوف اريك. فوالا هكذا باش تافيشينا لو نو جوست تحت ليماج نكتياليزيو لاباج تاعنا. فوالا نشوفو مي لو نو هنايا راهو طالع جاي موش نحبوه يجي هذا، انا حاب هذا لو نو هذا اللي هنايا هذا حبو يجي تحت ليماج. واش خصنا نديرو؟ نديرو هنايا جوست نديرو ان باليز بي ار هادي دوك سوط على ليه. فوالا هاي هبطنا على لي طفنا ليماج تاعنا هذه. نشوفو فيها عندها ديمونسيو شويه كبار، نهبطولها شويه في ديمونسيو تاعها، نستعملو لاباليز ستايل. لاباليز ستايل هذه كذلك لاتريبي ستايل سي با اون باليز سي اتريبي كي دون لاباليز اي ام جي، نمدولها الواي واي باغ اكزومبل، نعطيولها 30% ونمدولها الهاي 25% باغ اكزومبل. دونك 25% نسجلو ونشوفو الريزلت. دونك بيان سي تخي بيان، ليماج تاعنا امبورتيناها كيما يلزم الحال. دونك هذا التيب اللول كي تعود ليماج تاعنا تتواجد في لو ميم دوكيمون تاعنا هذا الويت. دونك باغ اكزومبل حابين ليماج هاذيا منخليوهاش في لو ميم دوسي، نديوها نوتر دوسي هذا دوسي ان، ونهزو جوست لو شوما تاعها باغ اكزومبل، لو شوما تاعها هذا وراه يتواجد، باسكو لو كان ما نهزوش الشومة وما نحطوش ما راحش يسمح لنا باش يقرا لنا ايماج. والدليل على ذلك حنا ليماج درك بدلنا لها الشومة ونسجلو ونجيو هنا ما يافيشيناش وناكسياليزي وما يافيشيناش ليماج، علاه؟ باسكو بدلنا له الشومة تاع ليماج. خصنا وشنو خصنا؟ نحدو الشومة تاعها هذا ونسجلو، في هذه الحالة راح يعطينا اكزاكتومون ليماج. دونك حاجة بيان، دونك تعلمنا هنايا وشيوا، تعلمنا كيفاش نمبورتيو ايماج كي يعود ليماج تتواجد في نفس الدوسي تاع الدوكيمون تاعنا هذا ولا في دوسي واحد اخر، خصنا بريسيزيو الشومه. وتعلمنا كذلك كيفاش نستعملو ستايل. ستايل هذا اونتر بارونتيز، ستايل هذا نقدروا نستعملوها كوم اتريبين، نقدروا نستعملوها كوم باليز في البودي هنايا. بار اكزومبل حنا في الديبي حكينا باللي قلنا لاش تي ام ال يديرنا ستراكتر تاع الصفحه، يبني لنا الهيكل، يديرنا هيكل للصفحة تاعنا. ما نقدروش باغ اكزومبل في الـ HTML نقدرو مي نقولو بلي
بور ايفيتي لا ديز دي عدم التنظيم، باش نيفيتيو عدم التنظيم نديرو باريزون نديرو امباليز. حنا نورمالمون نقدروا نديرو ستايل هنايا، نحلو امباليز كي سابيل ستايل ونغلقو باليز دو فيرميتور دو فيرتور دو فيرميتور، ونخدمو ستايل تاعنا ونعيطو لكل باليز اللي كاينين هنا اش اش دو ايماج بودي، نعيطو لهم كل ونتحكمو لهم في ستايل تاعهم، يعني في الاسلوب تاعهم، لا كولور باك جراوند اب داون اب داون ليفت رايت، دونك تو سا في ستايل هذا. حنا باش نيفيتيو عدم التنظيم تاع الدوكيمون تاعنا بايزوم، حنا رانا غير في 25 لين دو كوموند بايزوم، ايماجين توا لو كان نعودو في 500 او بيان 1000 لين دو كوموند، في المومولا راح يكون عندنا الدوكيمون تاعنا تخي لون. دونك هنايا خصنا نكريو ان نوفو دوسي كوم سا ونسميوه امتداد سي اس اس. سي اس اس هما لي في دو ستيل، وهنايا في هذا الدوكيمون تاع دوت سي اس اس هي باراي، في هذا الدوكيمون هذا هي باراي كي نكتبو ستايل هذا، نكتبو ان بالي ستايل هنايا ونتحكمو في لي باليز تاع الاش تي ام ال كامل، هي نفسها كي نجيو هنايا ونكريو دوت سي اس اس ونتحكم ونعيطو جميع لي باليز تاعنا اللي حابين نتحكمو فيهم نعيطو لهم الدوكيمون تاعنا هذا دوت سي اس اس. باذن الله راح نعمل دوره كامله على اللونغاج هذايا امتداد سي اس اس اللي فيه دي ستور سي اس اس، كيفاش نتحكموا في الدوكيمون هذا اش تي ام ال انطلاقا من دوت سي اس اس. دونك هذا في دوره اخرى ان شاء الله، وهذا ما يخفاش بلي انه نقدروا نديروا ستايل هذا في الدوكيمون تاعنا كي يعود عندنا جوست دو دو 3 4 5 لين دو كوموند، ما يكونش عندنا بزاف لي لين دو كوموند كيما رانا نشوفوا هنايا، حاجه مليحه سي ايفيكاس نستعملوها، مي كي يعود عندنا بزاف لي لين كيما قلنا نديرو اناطر فايل اللي هو امتداد سي اس اس. ثاني حاجه اللي حابين نتعلموها هنايا في هذا الدرس ان شاء الله هي كيفاش نمبورتيو فيديو من لوكال. صافي دير عندنا ان فيديو هنايا، هذا الفيديو اللي عندنا هنايا اللي هو يتواجد في لو ميم ريبيراتوار تاع الدوكيمون تاعنا، حابين نمبورتيوه في لاباج تاعنا. باش نمبورتيوه خصنا نهزو لو نيم تاعو سيباري كوم ليماج، نهزو لو نيم تاعو ونجيو هنايا نكريو باش نمبورتيو فيديو ان باليز كي سابيل فيديو، في لانتيريور تاع هذه لا باليز فيديو نديرو ان اوتر باليز كي سابيل سورس، هذه لا باليز سورس كي كاركتيريزي بار دو اتريبي تري امبورطونت اللي هي سورس اس ار سي، نحدو فيها لو شوما او بيا لو نو كومبلي دو لا فيديو تاعنا، ومن بعد نعطيو لو تايب. لو تايب كيما حكينا لو تايب هنا نجيو غير جوست نديرو بروبريتي نلقاو لو تايب هنا، فوالا هذا لو تايب تاعنا فيديو ام بي 4، نحيو علينا هادي نجيو غير هنايا برك نقولو هوب تايب تاعو كوم سا، هذا هو نحطوها برك برك. حددنا واش هو، حددنا لومبلاسمون سورس تاع الفيديو تاعنا وين يتواجد، في لو ميم دوكيمون هذا 8.html، بما انه يتواجد في لو ميم دوكيمون اتش تي ام ال واش درنا، حطينا غير جوست لو نو كو باغ اكزومبل يتواجد كيما ليماج، درناها في انوتر دوسي نحدو جوست لو شوما و سا مارش. دونك هنا حددنا التايب وحددنا برك نسجلو شوفوا لي ريزلتا فوالا اون فوا ايسي كو، يعني لو كان نكبرو شويه هنايا نشوفوا بلي لا فيديو تاعنا حكم عرض الصفحه ولا لونغور تاعو ثاني راهو كبير. دونك هنايا باش نيفيتيو هذا البروبليم واش لازمنا نديرو، باش نيفيتيو هذا البروبليم لازمنا نجيو لاباليز فيديو تاعنا ونتحكمو في الواي، تاعو نعطيو له 600 باغ اكزومبل، ونجيو للهاي اوسي نتحكمو في الهاي هذا باغ اكزومبل نعطيو 300 ونسجلو هنا، نورمالمون راح ينقصلنا في لاطاي تاع الفيديو تاعنا فوالا. دونك عندنا 600 دو لارجور اي 300 دو لونغور بارابور على لونغور تاع لاباج تاعنا باغ اكزومبل، سي لاباج ان لونغور دو 1000 بيكسل دونك اون 600 بيكسل دو لارجور دو لا فيديو. دونك هنا علاش لا فيديو ما حبش يمشي، باسكو خصنا نوطرا تريبل هنايا كي سابيل كونترول ونعطيوها ان فالور بار ديفو، نعطيوها حتى فالور نخليوها على فالور تاعها بار ديفو ونسجلو
لا فيديو تاعنا راهو ساجي باه يمشي. دونك هنايا امبورطينا فيديو انطلاقا من اللوكال من البي سي تاعنا، والفيديو يمشي نورمال. فوالا انا هو ايسي الفيديو يمشي. نقصلو في الصوت، نقص الصوت، نزيدو في الصوت، نزيد الصوت. فوالا درك يخصنا نمبورطي فيديو من يوتيوب كيما ما فيش هنا. كومون امبورطي ان فيديو ا بارتير دو يوتيوب؟ ا بارتير دو يوتيوب il existe une balise qui s'appelle embed. دونك هذه لا باليز embed باش نمبورطي ان فيديو من يوتيوب. دونك كوم سا. دونك هذه embed aussi il est caractérisé par trois attributs principaux. وشنو هما هذوما لي زاتريبي؟ هي اسيرسي، اتريبي اسيرسي، اتريبي واي، اتريبي هاي. دونك اتريبي هاي فوالا. هذا واش هو؟ هنا العرض تاع لا فيديو، هنا فون تاع لا فيديو، هنا لا سورس، وين راه متواجد لا سورس تاع لا فيديو، وين ستخوف لا فيديو تاعنا. دونك لا فيديو تاعنا سيت فوا سي راهو متواجد في لا فيديو تاعنا راهو يتواجد باغ اكزومبل في اليوتيوب. حنا حابين نهزو هذا اللي يتواجد في اليوتيوب. فوالا نجيو نقوليو هنايا لو ليان تاع اليوتيوب ديريكتومون، كوليو هنايا. دونك هنا الوايف باغ اكزومبل نمدو لو ميم 600 و 300. دونك كاين ان بتي تريك ايسي هنايا باش يمشي لنا الفيديو. باغ اكزومبل كون نجيو نسجلو هكذا، نقولو عطينا لو طول، عطينا لو العرض، ونجيو باغ اكزومبل نسجلو، نقولو لو اكتياليزي ايسي باغ اكزومبل. فوالا لو بروميير فيديو تاع لوكال. هنايا نشوفو ما كان حتى فيديو، اوكين فيديو كي سافيش ايسي. دونك بور افيشي لو فيديو اون فا بخوندر ام دي، اون فا لو مي ايسي جوست ابخي يوتيوب دوت كوم slash et après on va garder juste cette code de cette vidéo sur YouTube. On va supprimer tout jusqu'à ici. Donc maintenant le vidéo il est prêt. Si on fait enregistrer et actualiser la page, on voit que la vidéo il est là de YouTube. On va cliquer sur démarrer. Ça va charger. Voilà, ça marche. Par exemple, le son ici. Le même. Le même. Voilà. Voilà. Même si ça, ça marche aussi. Donc, vidéo à partir de PC local, vidéo à partir de YouTube. À partir de YouTube. Voilà. À partir de YouTube. Donc, voilà. Alors, on fait un interpère. كور تاعنا ان شاء الله اللي تعلمنا هو كي نعاودو نلخصوه، تعلمنا كيفاش نعملو امبورت تاع ليماج وكيفاش نعملو امبورت تاع فيديو. فيديو سوا سيتي في لوكال في بي سي في لوردي، اي ابخي ان فيديو كي سيتي سور يوتيوب. دونك نكتفيو بهذا القدر في هذا الدرس الثامن من دورة تعلم لغة الاتش تي ام ال. اتمنى انكم قد استوعبتم واستفدتم من هذا الدرس. نعم استفدتم من هذا الدرس. دونك ادعو كل من اول مره يشاهد ويتابع هذا الفيديو او هذه القناه، لا تنسى قبل ان تعمل كيت لهذا الفيديو ان تعمل ثلاث اشياء ضروريه، واللي هي سبسكرايب، نعم سابوني لهذا القناه، اي شير بارتاجي هذا القناه مع جميع وسائل الاعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، اي جيم لهذا الفيديو. نعم اعمل هذه الاشياء قبل ان تذهب، واهلا بك في دروس اخرى، في دروس اخرى في تعلم لغه الاتش تي ام ال ان شاء الله، اللي راح نشوفوا الدرس رقم 9 في هذه الدوره. دونك الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.